سلام أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا بفيديو جديد. فيديو اليوم معنا حافلة بالمرتفعات مثل ما انتم شايفين، مسار مستحيل. هلا رح نبدأ اللعب. طبعا أصدقائي هاي الموسيقى من ضمن اللعبة، ما فينا شي، فينا نقطع الصوت خالص. نقطع الصوت. مثل ما انتم شايفين ارتفاع كتير عالي. طبعا بدايته راح تكون سهلة، بداية المسار، ولكن بعد شوي راح نشوف الصعوبة قدامنا. بدنا ننتبه للمعطفات، المعطفات كتير صعبة بدنا ننتبهها. رح نغير الكاميرا ونشوف بس المسار كيف ماشي الحافل. أصدقائي فينا نختار حافلة تاني نغيرها، أو نغير المسار كمان حسب النقاط اللي احنا بنجمعها. زي ما انتم شايفين الحافلة طويلة، ولذلك في صعوبة بالمنعطفات. طبعا هاي أول مرحلة والمسار طويل، المراحل التانية رح تكون أصعب بكتير. بس التحكم بالحافلة بشكل عام سهل، فينا نتحكم فيها يعني. هاي هون عم نجمع نقاط. مثل ما انتم شايفين الارتفاع كتير كتير عالي.
هون المسار صعب، بدنا نتأمل شوي. نهاية المسار عم تكون كتير صعب. ما انتم شايفين قرب يخلص المسار معنا، هون عنا صعوبة علقت معنا. نرجع طبعا هذا السهم اللي علمنا على اليسار، هذا برجع بعيد المرحلة اللي نحن فيها بس ما برجع بعيد من البداية. المسار كل ما له عم يطول احنا مفكرين انه رح ننتهي.